إهمال واضح لوضعية الطرقات الداخلية بحي النجمة التابع إداريا لبئر الجير، أحد أكبر الأحياء بعاصمة الغرب. صعوبة كبيرة تلك التي يجدها أصحاب المركبات والراجلين في استعمال الطرقات. نعطيك على سبيل المثال، راهي عندها واحد 6 أشهر ولا جاو هادو باش يخدموا الطريق، حفروها ضيعوها داروا لي روغار، طردقوا لنا لي روغار وراحوا صافي سيمو. راهي قاعده كيما راهي، راهم غير حفروا، راهم غير حفروا، غير حفروا، غير حفروا، حنا رانا عايشين غير في الحفير. واك تشوف انا عايشين عيشه دنكا منو منيح الصيف، فاهم خويا مخدمين على الطريق. ومع ان هذه الطرقات التهمت مشاريع بالملايير الا ان لا شيء تغير بها. يا سلوالي الا راك تشوف فينا وراك تشوف تعرف الصايبو كي دايره، قوم بينا ودير الواجب تاعك وشوف فينا، احنا رانا مغبنا بزاف، رانا مغبنا بزاف. اخر مره كانت لجنه من الولائيه جات باش تشوف المشاريع وتاكدت باللي احنا المواطن تاع حي النجمه راهي يهدر الصح ما كذبش، شافوا باين بالعيون تاعهم باللي ودي هذه المشاريع ما كاش منها. يبقى مواطن حي النجمه في انتظار تجسيد قرار والي الولاية الذي خصص في آخر زيارة له العام المنصرم 20 مليار سنتيم لتهيئة شبكة الطرقات على أن تنطلق الأشغال بداية العام الجاري، إلا أننا في منتصف السنة لكن لا شيء تحقق.